وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سألتني أخي الحبيب عن حكم القزع، ونقول أيها الكرام الفضلاء مستعين بالله تبارك وتعالى، ولما نتكلم عن هذه المسألة التي حقيقة يعني انتشرت وزادت بين الشباب والكبار، مما يجب تحريره أولا أن هذه المسألة كانت قديما في عادة العرب أنها تكون في الصبية، ونهى النبي عن ذلك عليه الصلاة والسلام، وسنتكلم عن هذا. لما نأتي للقزع، القاف المثنى والزاي المعجمة والعين المهملة، هو أن يحلق بعض رأسه ويترك بعضه الآخر، أن يحلق بعض رأسه ويترك البعض الآخر. وهذا التعريف في تعريف القزع نقله أهل العلم، فذكره القاسم بن سلام في غريب الحديث، قال القزع هو حلق بعض الرأس وترك بعضه الآخر، وذكر أيضا اليمنه في مجموع شرح المهذب. ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة ذكر في ذلك صور، انتبهوا إليها رعاكم الله، وذكر في ذلك 4 صور رحمه الله رحمة واسعة. الصورة الأولى أن يحلق غير مرتب رأسه. كيف يعني؟ يعني يحلق من الجانب الأيمن ومن الجانب الأيسر ومن الناصية المقدمة الرأس ومن القفا، يعني يحلق أجزاء متفرقة ويترك الباقي. هذا النوع الأول. النوع الثاني أن يحلق وسطه ويترك جانبيه. النوع الثاني أن يحلق وسطه ويترك جانبيه، يعني يأتي إلى وسط الشعر فيقوم بحلاقته ويترك ماذا؟ ويترك جانبيه. ويترك جانبيه. النوع الثالث أن يحلق الجوانب ويترك الوسط، وقال وهذا يفعله السفلة من القوم، عافانا الله وإياكم، وهذا منتشر، يحلق الجوانب ويترك الوسط. النوع الرابع أن يحلق الناصية فقط، يحلق مقدم الرأس ويترك الباقي، ويترك الباقي. هذه 4 صور. نأتي الآن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث نافع عن ابن عمر بأبي هو وأمي، لما تكلم عن هذه المسألة، تأمل هذا الكتاب العظيم ما ترك شيئا إلا بينه، هذه السنة المباركة ما تركت شيئا إلا وضحته وبينته، حتى لا يترك أيها الفضلاء الكرام لأحد باب من الأبواب يقول إن المسألة ما وصلت إلي ولم أعرفها. ولذلك نجد الإمام البخاري رحمه الله بوب في كتاب اللباس باب القزع، جعل بابا مستقلا في هذا الموضوع لعظم أمر هذا الأمر، وفيه هذا الحديث أصل في الباب، يروي بسنده إلى نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن القزع. قيل لنافع ما القزع؟ قال أن يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضه، لأنه المشهور كان هذا يفعل في الصبيان، ما يفعله الناس الكبار الآن الشباب والشيب إلى غير ذلك. طيب نأتي الآن لهذا الحديث ونأخذ منه القواعد الفقهية الجميلة. القاعدة تقول أن أصل في النهي التحريم حتى يدل الصارف والقرينة على دون ذلك فينزل لمنزلة الكراهة، وقالوا النهي المطلق عن القرينة يفيد التحريم، وبه قال أهل العلم الشيخ بن باز الشيخ الفوزان رواية عن الإمام أحمد أن القزع حرام، لأن النبي لما قال
نهى رسول الله عن القزع لم تأتي أي قرينة لكي توضح وتدل أنه يباع في فنزلت من التحريم من الكراهة. لذلك الصواب أن القزع محرم، وهو رواية عندنا محمد، وبه قال الشيخ بن باز واللحيدان والألبان والفوزان والشثري وغيرهم رحمة الله على الجميع أحياء أنوات وأموات. جاء في المذاهب أنهم يقولون أنه مكروه كراهة تنزيهية عند الحنابلة الشافعية المالكية الأحناف، لكن نقول أن هذا الكلام مردود عليه، والإمام النووي حكى الإجماع على ذلك في شرح مسلم والطيبي في المشكاة والمرداوي في الإنصاف. لكن نقول حكاية الإجماع فيها نظر، لأن جاء في رواية عن أحمد التحريم، إذن فأن نحكي الإجماع في المسألة فيه نظر، ونبقى على أصل القواعد التي تقول النهي المطلق عن القرينة يفيد التحريم، فيبقى الأمر على ما هو عليه. أضف إلى ذلك عند الإمام أحمد في المسند عن ابن عمر أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى صبيا قد حلق بعض رأس شعره وترك بعضه، فنهى عن ذلك وقال احلقوا كله أو اتركوا كله. الله أكبر. أرأيتم أحلام الكرم؟ وهذه الآن حادثة عين وفيها فعل وقول. النبي قال احلقوا كله، هذا الأمر يمر يفيد الوجوب، أو اتركوا كله، هذا ناهي عليه الصلاة والسلام، يعني يا تترك الشعر كله يا تحلقه كله. ومر معنا فيما مضى أنه نهى عن القزع أن يحلق البعض ويترك البعض الآخر. إذن هذان الحديثان يدلان على التحريم وليس الكراهة، القول بالكراهة يحتاج إلى دليل. ونبقى على الأصول، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول وما نهيتكم عنه فانتهوا، والأصل في النهي التحريم كما هو في القواعد الأصولية وكما في الأحكام التكليفية الخمسة، ما هو النهي يفيد التحريم، والتحريم هو ما نهى الشارع عنه. أضف إلى ذلك أيها الكرام الفضل أن ما يحدث الآن فيه تشبه واضح، حتى لو قال من قال بالكراهة نقول الذي يفعله الشعب الآن فيه تشبه واضح بالكفار. فهنا كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إذا كان فيه تشبه بالكفار فهو محرم، لأن التشبه بالكفار محرم، قال به النبي عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم. انتهى من الشرح، من الشرح الممتع. طيب الآن تأتي مسألة أخرى، إذا كان هو لم يحلق الجوانب لكن خفف منها، يبقى هنا الأمر أيها الكرام الفضل إذا هذا التخفيف من الجوانب تميز عن بقية الشعر في بقية الرأس يلحق بالقزع أيضا، طالما من يراه أنه متميز هذا الأخذ من الجوانب يلحق بالقزع. ونقول أيها الكرام الفضل الناس في أمر أعظم من أن يعني يهتموا برؤوس مثل هذه الأشياء، على الإنسان أن يهتم بدينه بعبادته بما يحربه عند ربه تبارك وتعالى، ولا يزعم أن في المسألة يقول مثلا فيها خلاف، أن الله كما قال شيخ الفوزان لم يتعبدنا بالخلاف، بل إن الخلاف مذموم كما قال ابن مسعود الخلاف شر وقال وخير من ذلك قال ربي عز وجل ولا تنزعوا فتفشل وتذهب ريحكم، وقال وإن تطيعوه تهتدوا، إلى غير ذلك مثل هذه الأشياء. فالإنسان يمكن أفضل عليه أن يوطن نفسه على ما فيه الخير له في اتباع أمر الله ورسوله عليه السلام ونهي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وسأل الله لكم التوفيق والسداد والرشاد، صلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم أخذ دعوانا الحمد لله رب العالمين. اللهم ارحم أبي وأخي وعمي وجميع المسلمين وعلى رفاتك حفظته وارزقني برها يا رب العالمين. تم تحرير صوتيا في عشية يوم الثلاثاء، تم تحرير صوتيا في عشية يوم الثلاثاء لثلاث بقين في الحجة الحرام لعام 43 و43 من هجرة الأذان.